فوتون، طاقة اسمك رقم 5، طبعه ترابي، كوكبه عطارد، يوم السعد الإربعاء، الحجر الكريم الملائم العقيق. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة عبسة. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم: يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مدل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محيي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث. أنت فتاة حسنة المظهر، ذات أخلاق حميدة، وذات أفكار رائعة وجيدة وممتازة، هادئة الطبع، واثقة من نفسك ومن قدراتك، طموحة، وتتطلعين دائما لمستقبل أفضل. نظرتك للحياة حكيمة، لديك ولاء كبير للعائلة، تقدمين عدة تضحيات وتنازلات للحفاظ على أسرتك وإسعادها، ذات رأي حكيم وصائب، سخية ومعطاءة، اجتماعية، عاطفية ورومانسية. تحملين عنصرين في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب. لا تعتمدين على الحظ، عليك بالجد والاجتهاد للوصول إلى أهدافك. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك العملية والأسرية، كما تواجهين سفر في حياتك، وقد تتعرضين لبعض النكسات الصحية والأزمات العاطفية. قليلة الحظ مادياً، واظبي على كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة. والله أعلم، والله الموفق.